السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة في قناة كونكر تعيس؟ وحشني جدا جدا جدا. اذكر الله لا اله الا الله، زيد النبي صلى الله عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده جبت لكم سيرفر جديد اسمه فامباير، لسه فاتح جديد، لسه فاتح النهارده غير السيرفر التاني. ان شاء الله ده فيه ارشيفات، ارشيف تروجن وورير وكل حاجة زي ما انتم شايفين اهو. بإذن الله انا هعمل لكم شرح كامل، بس انا بعمل بروم صغير لحبايبي واخواتي اصحاب كونكر تعيس. انا معاك تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس السلام مني كل جديد على قناه كونكر تعيس. يلا بينا على بركه الله. بصوا يا جماعه، السيرفر هديه نبغى كل حاجه صغيره، واسيب كل حاجه في الوصف تحت، الجروب وكل حاجه. صاحبه اسمه كريم، راجل محترم جدا، من برضك من الناس اللي في الدعايه والكلام ده، وعنده شركه، ربنا يكرمه يا رب. بص هقول لكم على حاجه، انا دلوقتي هوريكم كل حاجه للصفحه تيجي منين والكلام ده. انا بتعمل اكونت عادي، هسيب السايت بتاعه اهو، السايت في كل حاجه، الداونلود سهل جدا، الداونلود زي ما انتم شايفين كده، هسيب كل حاجه في الوصف تحت اهو. بادجي، وحتى هو كاتبه بالعربي اهو، البادجي بتاعه صغير، مساحته مش كبيره. وعندك كلاين، لو عايز تنزل الكلاين هنا بتعمل ايميل، نعمل ايميل مع بعض، او طبعا الايميل انا معروف، هنا الايميل، هنا قصدي الايميل، وهنا الاسم الاكونت، وهنا الباسورد، وهنا الجيميل، وهنا ايه الباسورد مرتين، وتعلم على دي. ده الاكونت عمل بكل سهوله. يلا بقى هسيب كل حاجه في الوصف، يلا نخش اللعبه. طبعا اول ما بتنزل اهو زي ما انتم شايفين اهو، هنا بتيجي هنا الراجل ده، اول ما بتنزل بتيجي عند الراجل ده، الراجل ده بيديك الصفه كامله مقفله تاجات زي ما انتم شايفين اهو، اهي مثلا تروجين اي حاجه اهو، زي ما انتم شايفين اهو مقفله تاجات وكل حاجه، ومنزله بالسول وكل حاجه. هنا لو عايز تشتري الاسلحه في اونلاين مفتوح برضو وكل حاجه. هنا الجانجي والتشي اهم، الجانجي والتشي اللي هم دول اهم. طبعا الحاجات دي بتتفتح ايه ايبك من هنا زي ما انتم شايفين، سيرفر سهل جدا ومفيش اي مشكله، ودنيا حلوه في اونلاين. وين هوريه لكم اهو اونلاين ده، لو عايز تشتري اي حاجه من هنا، طبعا اي حاجه، ستار، لبس ستار، حاجات التشي، حاجات كل حاجه هنا. بص انت ضغطت نيكست هتلاقي كل حاجه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، الفي اي بي 6 ب 600 وقت، طبعا الناس اللي بتحب السرابر وتسلفلف. طبعا اوريكم المكان برضو، نطلع كده زي ما انتم شايفين اهو. بص هتيجي تفتح الخريطه دي كده زي ما انتم شايفين اهو، وتروح داس على العلامه اللي بره دي، اكنك طالع بره التاون. طبعا هو عامل كده عشان السيرفرات التانية بيبقى المساحة كلها وكل الحاجات في مكان واحد، بتهنج السيرفر. هو كده بيعمل زي مثلا بيدي مساحة في السيرفر. هنا الوحش بيدي بقى كام كابس، تروح داخل هنا. بص وحوش بالهبل في اللي عند الوحش ده، طبعا بص الناس بدأت تفتح وتلعب والكلام ده، وحوش موت يعني. بص وحوش موت، كل ما تيجي تمشي كده او كده وحوش في كل مكان، اللي عايز تسيب اكونت تجيب. بص يا جماعة الطبيعي بتاعه بيدي 42 سي بي اس، 50 سي بي اس حسب ظروفه. طبعا 50 سي بي اس سهل. هنا اعلى 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 اسمه ايه، اعلى اللهم صل على اعلى انما 9 حاليا، هو مخليها 9 محددها لغايه ما ينزل ال 12 وال 18 والكلام ده. ليه؟ عشان لا الناس بتافور والكلام ده. طبعا الطلاسم في تحديث كل شويه في السيرفر، في جديد لسه في السيرفر زي ما انتم شايفين اهو، زي ما انتم شايفين سيرفر لسه جديد وخفيف، اللي هيلحق حتى ما الدونيشن بتاعه مش مليان على الاخر، اتفرجوا الدونيشن سهل جدا، والسي بي اس لسه فاضي. اللي يلحق في فامباير ان شاء الله مستنيكوا بسيرفر جديد بشرح جديد في السيرفر بعد ما يتقفل فيه كل حاجه. اللي عايز ينزل يلعب هسيب كل حاجه في الوصف تحت، مع مصطفى فوزي ابو زين، انتظروني بسيرفر جامد جدا برضه قريب، وان شاء الله في شرح كمان سيرفر فامباير قريب جدا مع مصطفى فوزي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استنوني في سيرفر جديد على قناة كونكر تعيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.